تحية سام سيتي لعبه مميزة لهذا السام بعد ردة الفعل الأكثر من إيجابية والخروج خارج النطاق، وبالنسبة لنا إن الوقت خسارة بالنسبة لنا هنا عنده مستويات ال 42 قرش، وما زالت نظرتنا إيجابية، كان ممكن ننقله عنده مستويات ال 43 قرش، وما زلنا بنستهدف الهدف الأهم بالنسبة لنا اللي عنده مستويات ال 49 إلى مستويات ال 50 قرش، اللي في حالة اختراق والاستقرار في المنى يتعزز النظرة الإيجابية بالنسبة لنا للبحث عن الهدف الآخر اللي عنده مستويات 56 لحد مستويات 60 قرش. عندنا وقف خسارة مهم، عندنا موجة المفروض إن إحنا نبحث عن ردة فعل منها بعد ما عملنا هذا النموذج، فما زلنا بنستهدف مستويات ال 327 فيبو، يعني أعتقد لسه المجال مفتوح قدام مننا، ولكن أهم منطقة وأهم محطة هتقابلنا هي مستويات ال 50 لحد مستويات ال 49 قرش، وبالتوفيق.